مرحبا بكم. في هذا العدد سنتعلم كيفية استخراج شهادة إثبات المستوى لدورة 2020-2021، وذلك عبر الهاتف النقال وميناء المنزل. كما تلاحظون نقوم بالدخول إلى هذا الموقع، تجدون رابطه في داخل المدونة. بعد الدخول إلى الموقع كما تلاحظون بالنسبة للخانات الأولى يتكون رقم التسجيل من حوالي 11 رقم. الرقمان الأولان يمثلان المركز أو الولاية، بالنسبة للأرقام الأربعة الأخرى تمثل السنة التي قمت بالتسجيل فيها، أما بالنسبة لباقي الأرقام الخمسة فهي رقم التسجيل الخاص بك كما هو موضح في هذه الورقة. نقوم بكتابة المعلومات ثم نكمل عملية التسجيل. كما تلاحظون ننتقل إلى تاريخ الميلاد، نقوم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بنا. ثم نكتب هذه الحروف الموضحة في الصورة، لا تترك الفراغات في الحروف. ثم نضغط هنا على تأكيد. تظهر لي هنا شهادة إثبات المستوى، تستطيع استعمالها في الملف الذي يقومون بطلب المستوى الدراسي الخاص بك. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، وهي عن كيفية استخراج شهادة إثبات المستوى عبر الهاتف النقال. ننوه إلى نقطة مهمة في عملية التسجيل، عند دخولك إلى موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد والدخول إلى رابط استخراج شهادة المستوى كما تلاحظون لا يعمل معك، لأن الرابط في الأعلى كما تلاحظون ليس محدث. تجدون الرابط المحدث في المدونة الخاصة بنا، تجدونها في صندوق الوصف. وتوجد نقطة أخرى مهمة، وهي أنه توجد دورة استدراكية بالنسبة للأشخاص الراسبين في هذه الدورة كما تلاحظون. يقول هنا يمنح الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد فرصة ثانية للمتعلمين عن بعد وبصورة استثنائية للسنة الدراسية 2020-2021. تستطيع التقرب من مصالح الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد. نتمنى حظ موفق للمقبلين في الدورة الاستثنائية. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة.